تمام. دي من أخبارنا كمان، أيام على انتهاء فترة تسجيل رقم المحمول على بطاقات التموين، 6 أيام، اليوم 30 أغسطس آخر يوم لتسجيل يعني رقم الموبايل على البطاقة. اللي راح يصرف عيش فجاله علبوم بتاعه أنه ضرورة تسجيل رقم الموبايل أو تحديث بياناته، أرجوكم يحدث قبل يوم 30، لأن اللي مش هيحدث قبل يوم 30 هتحصل مشكلة ومش هيقدر يصرف الخبز بتاعه، مش هيقدر يصرف العيش. يعني الحاضر يعلم الغايب أن آخر موعد هو 30 أغسطس القادم أنه هو يسجل رقم الموبايل بتاعه. طب حد يسألني، طب أنا ما طلبوش مني وأنا بصرف العيش ان انا احدث بياناتي، اقول لك يبقى ما تحدثش بياناتك. يعني اروح اسال فين؟ لا ما تسالش، ما هو طالما هو ما جالكش على البوم بتاع العيش وانت بتصرف عيش ان انت لازم تحدث بياناتك، يبقى انت 100 فل و14 وبياناتك متحدثه وزي الفل. لكن لو جالك، كان جالك الرساله دي وما حدثتش بعد يوم 30، مش هتعرف تصرف العيش. انا بقول لحضراتكم اللي جادله على البوم بتاعه ان هو لازم يحدث البيانات وما حدثهاش ودخل رقم الموبايل بتاعه الرقم الجديد بتاعه، هتبقى في مشكلة والعيش هيقف. فبس احنا بنأكد على حضراتكم عشان ما تحصلش مشاكل بعد كده. لسه فاضل 6 أيام، حلو ان احنا لسه فاضل كام يوم، ارجوك نقي يوم فاضي لو انت بطاقتك محتاجة تتحدث، وروح حدثها ودخل رقم موبايلك الجديد او زود بياناتك برقم موبايل يقدر يتواصله من خلاله ويبعتولك رسالة عليه.